المناضلات، الإخوة المناضلين، سعيد جدا أن أكون اليوم في هذه القلعة الصامدة في هذا الإقليم، إقليم جرسيف، إقليم المقاومة، إقليم المجاهدين، والذي كانت انطلاقة الشرارة الأولى به مباشرة بعد دخول المستعمر الأجنبي إلى المغرب. إننا اليوم ونحن نلتقي في هذا الحشد الجماهير الكبير، نساء ورجال، شبابا وشيوخا، مناضلين من مختلف الأعمار، يشرفنا أن نكون معكم، وسنظل إن شاء الله أوفياء لكل مطالبكم، ونحن دائما وإياكم سائرون بهذا الوطن إلى الأفضل بحول الله. هذا اللقاء أعتبره لقاء تاريخيا، لأن كانت لنا لقاءات عديدة في كل الأقاليم وفي كل المناطق منذ المؤتمر 16 لحزب الاستقلال. مؤتمر 16 والذي أتى بعد مرور 80 سنة على تأسيس النواة الأولى لحزب الاستقلال سنة 1934. منذ 34 إلى 44 اللي جات وثيقة المطالبة بالاستقلال في 11 يناير 1944، وهذه الوثيقة اللي كانت مبنية على جوج نقاط أساسية: أولا تحرير الوطن، وثانيا تحرير الفرد المغربي من العبودية والاستغلال وبناء دولة ديمقراطية فيها تكافؤ الفرص وفيها العدالة الاجتماعية. إذن هذه هي الرسالة الملقاة على عاتقكم وعاتق كل مغاربة الشرفاء من أجل أن نحقق هذه الرسالة. مغربنا لحد اليوم أراضيه لا زالت مغتصبة، ونحن في هذه المنطقة الشرقية نتذكر أن الأمانة الملقاة على عاتقنا هي استرجاع تندوف وكولومبشار والقناتسة وتدكلت وسبتة ومليليا والجزر الجعفرية. هذه الرسالة هي رسالة كل الوطنيين في هذا الوطن العزيز علينا. كذلك الطريق لا زال شاقا وصعبا فيما يخص بناء دولة الحق والقانون. لماذا؟ لأن حزبكم حزب الاستقلال يعتبر استثناء على مستوى العالم العربي والإفريقي. لماذا هذا الاستثناء؟ لأنه هو الحزب الوحيد والذي عمل منذ 1934 إلى جانب المرحوم محمد الخامس، كما عمل إلى جانب المرحوم الحسن الثاني، ولا زال يعمل إلى جانب الملك محمد السادس، من أجل أن يكون هذا المغرب لكل المغاربة وليس لفئة صغيرة. حزبكم حرر الوطن، ولكن وقد مرت 60 سنة على الاستقلال لم نشارك في الحكومات إلا الثلث من 60 سنة، وهي 20 سنة و40 سنة داخل المعارضة. هذا سؤال مطروح على كل مغاربة وكل مهتمين بالعمل السياسي وكل مهتمين بالتاريخ، لأن حزب الاستقلال اختلف في البداية منذ مفاوضة إكسليمان حول طريقة حصولنا على الاستقلال، والزعيم علان الفاسي والذي نحيي ذكراه 41 اليوم اعتبر أن الاستقلال آنذاك هو استقلال أعرج دون الصحراء المغربية ودون سبتة ومليلية. هذا هو حزب الاستقلال.
لو آندت كل القوى الحية في الوطن أنصتوا إلى الزعيم الراحل علان الفاسي، كنا اليوم نكون معفيين من مشكل الصحراء المغربية وباقي الأراضي المغتصبة. كذلك حزبكم اختلف حول بناء دولة الحق والقانون، وعلان الفاسي لم يدخل المغرب إلا سنة 1958، لأنه عاش في المنفى 6 سنوات من سنة 1937 إلى 1946، 9 سنوات في الغابون في قرية مويلا. بعد ذلك قضى 20 سنة في المنفى الاختياري بالقاهرة. إذن هذا الحزب اللي عنده هذا الرصيد، هذا الحزب اللي آبائكم وأجدادكم ضحوا بأموالهم وبدمائهم وبأنفسهم من أجل أن يكون هذا الوطن وطن مناصفة وتكافؤ الفرص. أجدادنا ضحوا دون أن يطالبوا بأي شيء، وأنتم تابعتم مع كامل الأسف بعدما حصلنا على الاستقلال المقاومون الحقيقيون وأبناؤهم اليوم لا زالوا مشردين مع كامل الأسف، ولكن الخونة هم من استفادوا من خيرات هذا الوطن مع كامل الأسف. إذا هذا المشعل الذي نحمله جميعا بوطنية سابقة وبصبر المؤمنين هي التي تقوي فينا العزائم، وهي التي تدفعنا لأن نعمل بالليل والنهار من أجل إنقاذ الوطن.